نديم رنيم حمله راح ولا حمله هلا جاي حمله ايه اتقل بكثير من اللي قبل الحمل ما تحكوا معي على انا اربع خمس ايام تركوني تنربح ما في لايفات يعني بقى الصبح بلا انت مبلا انت ما في لك لا نديم خبرنا يعني اليوم شفنا ردة فعل سايمون كيف وراح نشوفها بعد شوي كمان هذا الفيديو اللي ما راح اعطيك اياه اللي انا صورته كيف اجى عبطك كيف كان عم يضرب لك على كتفك ما بعرف خبرنا شو قال لك اذا بتقدر تقلنا بمختصر يعني ما ضروري تخبرنا كلمه كلمه حالي كلمه واحده هيك علقت براسي قال لي يا ريتني موهوب قدك واو يس قال لي I wish I was as talented as you the world is not ready for you واو يس هذا الشيء كان كثير حلو من سايمون وقلت له انه ريحتك كثير حلوه سايمون قال لي انت كمان ريحتك كثير حلوه وعرفت شو البرفيوم تبعه وعرفت شو البرفيوم تبعه بس بلا دعايات بليز على الهواء ايه ايه لا ما فينا عم دعايات نديم بدي اسالك شوي عن التحضيرات يعني هلا اليوم كل الناس عم تحتفل معكم وخصوصا يعني ما بعرف اذا صار لك بعد اكيد ما لحقت تشوف السوشيال ميديا الامريكيين من اصل لبناني ما فيك تتخيل شو عاملين على السوشيال ميديا يا الله فاليوم شو بدك شو بتقدر تخبرنا عن عرض اللي جاي ليك الرنيم المسؤولية كتير أكبر من شو كنت عم حس قبل بعرف إنه معي وقت قليل بس الفكرة موجودة الفكرة براسي بدي بس خيطها وبدي البنات أوردي هن بيتحملوا كتير من هول خمس أيام حيتحملوا أكتر بعتقد هن ردي لهذا الشيء ويلا حرب وخلصت قربت تخلص ونحن هلا على الفرونت لاين تبعها وعم نحارب باقوى سلاح معنا اياه عربيتنا again في كثير ناس كمان سالتني انه اربع اشهر تحضير للسيمي فاينلز كيف رح يلحقوا بخمس ايام يحضروا للفاينلز رنيم نحن جينا على يو اس اي يعني حاسبين حساب انه نحن اذا طلعنا فينال في عنا تراك ردي في عنا موسيقى مجهزينها وبدي خص احكي عن حدا يلي هو لبناني اسمه هاري هاديشون هذا الشخص الموزع الموسيقي يلي بيشتغل كل تراكس مياس هاري خسر كل شيء بانفجار بيروت هاري ترك لبنان واجا هلا تيوقف حد هون هاري حط كل وقته كرمال دعم مياس ولا مره يعني ما كان في ابدا مصاري على شو عم نشتغل ولا شيء ست اشهر هاري كل يوم بقلب الاستوديو عم يشتغل لمياس وحتى جيسي اللي حطت صوتها على التراك جهاد اللي دق فيولون علي مذبوح اللي دق ناي كل هالاشخاص اللبنانيه يلي روحهم لبنانيه حطوا من حالهم بتراكة مياس لكي وين وصلنا وقت اللبنانيه بيجتمعوا سوا بيحطوا ايدهم بايد بعض ما في شيء بيقف بوجههم فان شاء الله هالدوله بتوعى بقى ان شاء الله بيوقع بعتقد ما في بدهم اياه نغيرهم ما حيوقعوا بس انه ان شاء الله يصير في هيك شيء عجيبه ما بعرف شو بدي اقول يعني لانه نحن بدنا بس فسحه امل وشوفوا شو بنعمل بهالبلد وعو بقى حتلحقوا تكونوا جاهزين لجمعه الجاي رنيم يا تعملي لي بالاعصاب لكن عم اقول لك شو حقعد حنحط المستحيل وحنعطي كل شيء عنا اياه بس بدي ارجع اقول للبنات هلا فين حد وللعالم كلها اللي عم تحضر بطلت عن الجائزة وبطلت عن اللقب نحن هلأ ربحانين اليوم ربحنا وبالأوديشن ربحنا ووصلنا للفينال نحن ربحانين فنو ماتر وات هابنز نحن فخورين ببعض وفخورين بهالبنات والبلد فخور فيهم ومشو راسكن عالي هيك هيك كل الوقت لأنكم تستحقوا كل شيء حتوصلوا له بحياتكم وأنا حتكون كل الوقت لو شو ما بتعوزوا بآخر سؤال لك قبل ما يجي يخطر عبالي أسئلة تانية وارجع أسألك إياها كنت عم بسأل الصبايا بدي منهم من كل وحدة رسالة لأمها وبيا بدي منك رسالة لأمك اللي هي موجودة هون ويلي هربت لحتى ما تبكي على الهواء ورسالة لوالدك اللي أنت خبرتنا بروبورتاج قبل أنه هو كان عنده موهبة صوت وحضرنا الفيديو تبعه بالستوديو الفن وصوته كان رائع قبل ما يصير معه حادث السيارة وياخد منه هذه الموهبة رسالة لأمك ورسالة لبيا لأمي بدي إلا أنت مرة جبيرة أنت مرة أصيلة ربيتي وتعبتي كنت البي وكنت الأم وأنا بحبك قد الدنيا
وبعرف ما خليتك تغنجيني هون لأنه قلت لك بلا غنج بالمسرح، بس أنا بحبك كتير وأنا استمديت قوتي منك، وأنا بحب وبقلي هالمرة لأنه أمي كانت مثال عظيم لشو المرة اللبنانية، شو بتقدر تعمل وقدي بتضحي لأولادها وقدي مستعدة تعمل لأولادها يكونوا مبسوطين. لبيي بدي أقول له بحبها كتير، وبعرف أنه الحياة قاسية كانت معك، بس يمكن الله عطاني هالموهبة أنا تعوض عن الشيء اللي صار. فبدي أوعد أهلي أنه أنا هالشغلة حكمل فيها كل الوقت وححارب كرمالها وكرمالهم، وبحبهم كتير وبحبك لقلك رنيم. عارفنا أنا بيك كان كتير فخور بس حضركم تعريف. رح نكفي مع الصبايا وانا رايح اكل جوعان كتير يعني طبولة.